السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعاتي الغاليات ومتتبعيني الأعزاء، كديرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله، نتوما وأهلكم وأحبابكم. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم واحد الحليوة ديال الشهدة اللي كتجي غزالة وكتجي معلكة ولذيذة، لذيذة بزاف. نتمنى إن شاء الله أنكم تتبعوا الفيديو من الأول حتى الأخير باش تعرفوا على المقادير والطريقة ديال هاد الحليوة هذه اللي كتجي بصراحة زوينه بزاف. كنحتاجوا المقادير واحد الرابعه ديال الزبده، الزبده تكون بحراره المطبخ. انا عندي هنا غير ديال البواطه، يعني خدمت بديال البواطه. الدقيق على حسب الخليط، عندي واحد الكاس ديال الزنجلال اللي محمراه ومطحون، وعندي واحد الكاس ديال اللوز اللي كنقليه، ممكن تقليه ولا تحمره كيبقى لكم الاختيار. كنقليه وكنهرمشو بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. وعندي واحد الشاسي ديال الفلون، وعندي واحد الشاسي ديال الخماره، وعندي هنايا واحد البيضه وشويه الملحه، وعندي النكهه ديال القهوه، ممكن انكم تعوضوها غير بالقهوه سريعه الذوبان. وعندي هنا كاس ديال السكر سنيده وكاس ونص ديال الزيت. هادو هما المكونات، وغندوزو ان شاء الله للطريقه ديال التحضير. دابا كيف قلت لكم غندوزو ان شاء الله للطريقه. كناخذ واحد شويه الملحه، بسم الله، كناخدو سكر سنيدة كيف قلت لكم كاس، كنبداو كنخلطو هاد المكونات مع بعضياتهم. ضروري تكون هاد الزبدة بحرارة المطبخ باش ما تعذبكمش في الخدمة ديالها. هانتوما يعني كنخدمها بكل سهولة. هانتوما نضيف عليها هذاك الزيت، بسم الله، صافي. وكنبقاو كنخلطو مزيان حتى كتولي لينا على شكل بوماد. ضروري نخدمو الزبده مزيان مع هاد السكر والزيت. دابا كيف شفتوا من بعد ما خلطت الزبده والسنيده والزيت، دابا غنضيف هذيك البيضه، بسم الله. وغنضيفوا النكهه ديال هذيك القهوه، كيف يمكن لكم انكم ديروا القهوة سريعة الذوبان. كندير واحد نص معلقة ديال هاد النكهة هادي. إلا كان القهوة سريعة الذوبان غديرو معلقة. صافي دابا غنديرو هاد الشاسي ديال الفلون، بسم الله، نوع ديال الشوكولا. كتجي معلكة هاد الحليوة هادي وكتجي غزالة بزاف. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتردوا لي في التعاليق كيفاش جاتكم. صافي دابا غنديرو هاد اللوز وهاد الزنجلان، بسم الله. ممكن انكم ديروا قل من هاد الكميه كيبقى لكم الاختيار. ممكن تعوضوا اللوز بالكاوكاو. دابا كيف كتشوفوا غنضيفوا الدقيق، الدقيق راه كيبقى على حساب الخليط. يعني راه القياس كيكون ديال الغريبه، راه كلشي كيعرف القياس ديال الغريبه.
كيفاش كتكون؟ وكنديروا هذيك الخمارة. بسم الله. صافي كنبداو كنجمعوا في هذا الخليط ديال الحليوه ديالنا. دابا كيف كتشوفوا العجينه ديالي من بعد ما عجنتها ماشي دلكتها، يعني غير كنجمع العجينه كتولي بهذا الشكل هذا. ها نتوما كتجي غزاله الصراحه في المذاق ولا في الريحه، يعني غير ريحتها وانتوما كتخلطوا فيها يعني كتجي لذيذه بزاف. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. دابا غنبقاو كنكوروا، القياس كيبقى على حسابكم، نتوما بغيتوها كبيره ولا صغيره كتبقى على حسابكم. وسهله يعني ما كتوجد بالزربه كيف كتشوفوا. كنبقاو كنكوروا في العجينه ديالنا حتى كنكملوها كامله، عاد كنبداو كنشكلوا فيها الطابع ديالنا. صافي غنكمل التكوار ديال هاد الحلوه هذه ونرجع معكم ان شاء الله باش نكملوا تتمه. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما شكلت الكويرات ديال الحلوه ديالي الكامله، كيف كتشوفوا هذا هو البنشم اللي غندير ديال البطاطا. ممكن انكم ديروا غير هذيك القطاعه اللي كنقطعوا بها البطاطا، ممكن انها هي تخدموا بها الا ما كانش هذا المرشم هذا. دابا كناخذوا سكر سنيده بسم الله كندوزوه على الوجه ديالها باش يسهل علينا اننا نطبعوها بسهوله. صافي كنضغطو كنضغطو على الحلوة ديالنا. هانتوما كنبقاو كنشكلو في الحليوة كاملة حتى كنكملو، ومن بعد ما نكمل التشكال ديالها كامل ان شاء الله انا ارجع معاكم. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما قديت الحليوه ديالي كامله هانتوما غندخلها الفران اللي مسخن من قبل وكننقص على العافيه، يعني انا الحلوه كامله كنطيبها في المهل، نتوما كل واحد راه كيخدم بالفران ديالو كيعرف الطياب ديالو. صافي غنخليها حتى طيب ان شاء الله، ومن بعد ما طيب نتلاقاو باش نزينوها ان شاء الله. دابا كيف كتشوفوا الحليوه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران كتجي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. صراحه كتجي غزاله وكتجي رائعه في المذاق ولا في الشكل ديالها. ممكن انكم تقدموها بهذا الشكل هذا يعني بلا ما تزينوها كيف ما كتشوفوا، ممكن انكم تزينوها بالشوكولات كيف ما غندير لها انا. المهم كيبقى لكم الاختيار في هذه المرحله ديال التزيين، كيبقى لكم نتوما الاختيار واش تزينوها ولا تخليوها هكا سامبل. المهم كناخذوا الشوكولات الابيض والاسود كندوبوه، كناخذوا غير واحد تقريبا النص ديال، كناخذوا الحليوه ديالنا بسم الله كنغطسوها بهذا الشكل هذا في الشوكولات كنحطو على جنب. كيبقى لكم الاختيار في التزيين، كتبقاو تزينو على حسابكم نتوما. كتجي رائعة هاد الحليوة هادي، نتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتخليو لي في التعاليق كيفاش جاتكم ان شاء الله.
كتجي رطبه وهشيشه بالزربه كتفرتت يعني زوينه بزاف. دابا غنديرو الشوكولاتة الابيض. بسم الله. راه كيف قلت لكم التزيين كيبقى اختياري. وعندي شويه اللوز اللي مهرمش غنزين به من الفوق، وشويه الورد، وعندي واحد العقيق في اللون الغوز. كيمكن لكم ديروا اي حاجه عندكم، انا خدمت بداك الشيء اللي متوفر عندي في الدار، هو اللي خدمت به. صافي دابا نزينهم. نديروا شويه العقيق كيف ما قلت لكم. بسم الله. اي لون بغيتو ديرو غتخدمو بيه، ماشي بالشرط يكون هذا اللون. كنديرو شويه الورد في الجناب. نتمنى ان شاء الله ان هاد الحليوه تنال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه ليا مع الحباب ومع الصحاب، باش ان شاء الله تزيد القناه تكبر وتخليني ان شاء الله نعطي احسن ما عندي. هانتوما تزيين كيبقى اختياري، اللي ما بغاش هاد الورد ما يديروش. ونرشو شويه ديال اللوز. صافي ونكمل بنفس الطريقه ان شاء الله، ونتلاقى بكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الحليوه ديالي. ها هو الشكل النهائي ديال الحليوه ديالي من بعد ما زينتها، كتجي على هذا الشكل. صراحه كتجي غزاله في المذاق، وكتجي هشيشه هشيشه بزاف ورائعه ولذيذه بزاف. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر كيفاش جاتكم في التعاليق، وما تبخلوش عليا بارائكم واقتراحاتكم وتعاليقكم الغزالين. وما تنساونيش بتشجيعكم ليا بجيم. والناس اللي كتزور القناه اول مره كنقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مطبخ ساره ام هدايا. نتمنى انكم تدعموني وتشجعوني بالاشتراك في القناه وتبارطاجيو القناه باش تزيد مازال تكبر، وتخليني ان شاء الله نعطي احسن ما كاين. ونتمنى ان هذه الحليوه تكون عند حسن ظنكم وتجربوها، راه كتجي لذيذه بزاف يعني، غير جربوها. وعواشركم مبروكه، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله، والى وصفه اخرى ان شاء الله.